السلام عليكم متابعين موقع طنجاي، ومرحبا بكم في حلقه جديده في السوق ديال الاربع دعندالية. اليوم غنشوفوا السوق ديال الماشيه شحال واصل. ويلا بحالنا قيسوف، بحال دابا هذا 240 230. وعاد قلتي لي زلت 100، بلا سلاسي عندك مابقى لا زلت 100 ولا 400. استاذ درهم قد خروف، ما السوق ما نكذبش عليك ما كيفرحش. خاين معايا دابا هذه الجبره ب 2000 درهم، الله يحفظها. اخر سنه لينا 190 قد غادي عندي يا ربي. وصافي انت عندك 3000 درهم ماشي الحال حوالي 7000 درهم. علاش ساريتي في السوق مزيان؟ سارينا خاي ابراهيم والله العظيم. اسمينه كامله شفتيه؟ شفنا اسمينه كامله في السوق. كيفاش جاك السوق اليوم؟ طالع دينا اللي كتبنا الله دابا احسن ما حتى يوقع عاود الفوضى ولا يوقع، فهمتي؟ في ذلك على الكذوب اللي كيقولوا اللحم ديالهم باس، لا الكسيبه كامله خير ضل الله. حتى هي كتاكل تما الربع، حتى هي كتاكل الربع كتاكل كلشي. انا عندي الاخوان في اسبانيا كيقول لك مزيان، يعني خوتي في اسبانيا، خوتي في اسبانيا كيذبحوها سبعوا منك يقول لك مزيان. هذا اللي عنده قرون بزاف شحال. سبحان الله العادي. ماذا عنده؟ أربعة. هذا سبحان الله. هذا الشرخة كاينة شي حاجة مزيونة. كربوش وتبارك الله. كاينة الغلة. كاينة الغلة. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا السوق اللي كنتواجدوا فيه شنو الاسم ديالو؟ الأربعة دعندالية. الأربعة دعندالية، يعني كل أربعة كيكون السوق هنا. دابا بصفتك سنة كتبيع الحوال. أيوه. عندك احسن حاولي هنايا اللي الكبير ديالهم شحال الثمن ديالو؟ 370. مثلا فين هاد الحاولي هذا 370؟ هو فين هو؟ هذاك راه هو، هذاك اللي عنده القرون تبارك الله. ولا قلت لك اصغر حاولي عندك هنايا؟ هو فين هو هنا؟ فين هو؟ كنبيعو 160. هذا 160. 160. وهاد الحوال هادو دابا منين جاو؟ من نيسور هادو الغزالة. من نيسور تبارك الله. دابا تساوى الثمن ديالو بحال هذا. البارح عاد جبناهم. يعني هذا هو اصغر ثمن هو 160. لا. هذا كنبيعو 135. هذا 135. ايه. كيفاش جاك عمي ديالك؟ دخل 135 هو هذاك الثمن ديالو. كيوه. الثمن. اواديك عاود الثمن ديالو. هذا شحال قلتي الثمن ديالو؟ مواسط مواسط 135. 135 مزيانة دير الغرض. ها؟ اليوم ساريت السوق ولا؟ على الله جيت. يلاه جيت. على الله جيت. سقسيتي على السوق؟ باقي ما سقسيتش تماما. دابا ملي سقسيتي هاد الحوال هادو عرفتي الثمن ديالهم كيفاش يجيك السوق؟ مواسط ما بين هيدا وهيدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف عامل السوق اليوم؟ والحمد لله الخير، الخير موجود الحمد لله. قول لي هاد البركة هادي شحال دابا كتبيع؟ بحال دابا هذا 240 230. وعاد قلتي لي زلت 100، بلا سلاسي عندك مابقى لا زلت 100 ولا 400. من السوق باش غادي نبيعوا ان شاء الله. دابا دابا 300 يعني دابا الانسان كيطلب يعني الثمن ديال البيع ان شاء الله غادي يكون الثمن، الثمن ميسر كلشي غيعايد ان شاء الله. وكيفاش كتشوف السوق دابا واش طالع هواد؟ الثمن مناسب يعني كسيبه موجوده. اسمع غير الشناقه مغاليين السوق وسالم. يعني كسيبه موجود؟ خير موجود ان شاء الله كلشي غيعايد. وهاد المعيزه هادي شحال؟ دابا بحال هادي الثمن ديالها كيعطوناش من 100 درهم دابا حاليا. نسينا شحال كتقول فيه؟ كنقول فيها يعني انا جابت يعني ديك 900000 درهم ان شاء الله غادي نبيعها. ان شاء الله والله يوفقك والله يعاونك. الله يوفقك. اللهم يسر. شكرا اخي بارك الله. وهذا اكبر جديد تبارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف سينا اخي لاباس؟ ابراهيم هاني صحيح لاباس بخير هاني. الحمد لله الحولي كيبان لي موجود في الاربعه دعندالي. موجود الحمد لله. لا قلت لك هنايا اصغر حولي عندك شحال الثمن ديالك؟ ما بين 2000 درهم 190 220 230 عارف بحال هكا. مثلا حنا نقولوا 2000 درهم فينو؟ شوفوا هذا هذا الحاولي 2000 درهم اخي يوسف. وبالنسبه دابا السوق شنو كيبان لك؟ الخير باقي موجود دابا الناس كيقولوا الخير مهرق حتى شي واحد ما يحكم الا الله هو اللي كيعرف شنو كاين. وشنو الراي ديالك بديك الحواله اللي عجبهم اسبانيا؟ ما علمش العلم عليهم يعني باقي واش ما عنديش العلم نتقلد بواحد الحاجه وانا ما عرفهاش ما عمري قيست وما عمري درت في هذاك على الكذوب اللي كيقولوا اللحم ديالهم باس لا الكسيبه كامله خير ضل الله. حتى هي كتاكل تما الربع. حتى هي كتاكل الربع كتاكل كلشي يكذب حتى شي واحد يقول اللحم. ولكن واقيلا باقا ما دخلتش للسوق دابا. باقا ما بيناش هنا ما شناش يعني هنا كاينه عيد ديالنا دابا. باقا ديالنا هنا ديال البلاد دايره.
اما ديك اللي كيقول اللحم خايبه اللحم هذا كلشي هذاك عيب كذوب الصراطه كاين والو هو ما عمره قيس ما دقاش حتى فم وتا يذوقو يعرف كيفاش انا عندي الاخوان في اسبانيا كيقول لك مزيان يعني خوتي في اسبانيا خوتي في اسبانيا كيذبحوها كي سبعوا منك يقول لك مزيان يعني عاديه بحال هذه بحال هذه بحال ما احنا مغاربه خصنا غير الرخا وصافي شي حاجه متناوله خصنا غير الرخا حنا اللي جعل الرخا تبارك الله امين هو الرخا فينا هو ساريت في السوق مزيان سارينا خا ابراهيم والله على اسمينا كامله شفتيه شفنا اسمينا كامله السوق اخ كيفاش جاك السوق اليوم طالع اخ واش جيتي تشري اولا جيتي عي باسي وصافي حنا شاريين هنا وفوقاش جي سوق كنشوف دابا عليه 10 وباقي ما تسخرتوش ايد جينا مع ديك 8 هيداك قلت 8 ونص قلتي شحال الجهد ديالك كتشري الحاولي اليوم 320 واش ضروري ولا ماشي مشكل جيت تعود تشوفوا لا حنا حنا واحد الاسبوع عندنا العيد باقي ان شاء الله واحد زيادة وتزادنا واحد زيادة قلنا زمان نتمنى ان شاء الله تكبر في العز ديالك ان شاء الله مولدك اخي ابراهيم الله ينور دابا تينا بيني وبينك شحال جيتي على الجهد ديالك تشري اليوم الحال الجهد ديالي انا قال لك 320 280 260 انتينا كصرف انتينا شحال تقدر تشري اليوم الحال 280 حتى 300 سال يعني حاول حاولي اللي يكون كيسهل لك التسام سهل لك التسام انا اخي ابراهيم دابا اليوم الاسمنه شحال واصله اليوم اسمنه كاينه 3500 3000 درهم دابا نقدر نقول لك سوري لي الحاولي 3000 درهم 3000 درهم ها هو شحال هذا 305 دابا هذا 3000 درهم هذا 3000 درهم دابا بيني وبينك دابا هذا شحال يقدر يبقى التسام الاخراني تباع التسام الاخراني 290000 290000 290000 زكريا هذا الحاولي هذا قال لك يبقى 290000 هكا خاي ابراهيم جدي احنا شي حاجه زه ثمن مزيان يلا يقدر هذا الحاولي يتباع دابا هيدا على الكاميرا يلا ثمن معاه شي ثمن دابا تجي ديك ثمن خير اخاي ابراهيم ثمن مزيان اخاي ابراهيم على الطيبه كتسنى شحال والله يجعل البركه عاد هذا السميه قلتي لي تسابع يكون ان شاء الله دابا شحال تقدر تخليهم الدراري دابا على الهواء مباشره 260 الله يجيب التيسير الله يرحمه ما يسلكناش يا تي غنخلي لك 3000 درهم هذاك مخير قلت 290 قلنا لك دابا تينا كازحه والله الا قلنا لك كامير ديه ديه العائله لا عجبك ديه مزيان مخير دابا شحال تخلي لهم هذا 3000 درهم خايبه اه دابا ديك 290 290 ايه الله يلعب الله يلعب عندنا شي حاجه صغيره هي في ناس الكاميرا 290 درهم لاقيت هي عندنا حاجه صغيره هي في ناس الله حاولي مليح حتى والله الا حاولي مليح يلا بجوج فيهم قسم الحاولي تفاهم معاهم داك جوج الحوالي يديهم ماشي مشكلة يلا بجوج فيهم يلا صافي عطيه هذاك وعطيني هذاك والله صافي الله يسلمك شحال تخلي لهم دابا مثلا 6000 درهم 6000 درهم بجوج فيهم والله الا عملنا لك الثمن مزيان زعما كنا كنقصوا للناس باش يزعموا نزعموا شويه دابا حصان دابا غادي ندوزوها ولا نقطعوها دابا يدوز كلشي يدوز كلشي هذاك عاد نرخوها في القناه ديالنا هاي ضحك اصاحبي ضاحك والله الا ضاحك والله الا ضاحك كنشوفو كيقرص على الفلوس اودي الفلوس حنا طالقنهم قبل اخاي ابراهيم هادي هي الهضره والله الا طالقنهم قبل نيش هكا حاجه بسم الله شحال هنا سبب سبب الخاو دي بتي سرق النبوه الخاو هو من محمد انا فحال النصارى شنو خرجوا شي ما سلكناش السلام ومرض ديالك كيفاش جاك السوق اليوم الاربعه تاع عندها اليوم بزاف الخاو ماشي يا خاو خارج من الدار توقع شي ثمن لا يفرحني ماشي كنسمع 300 حاولي قد الخروف كيقول لك 300 ماشي 300 الخاو الله يرحمهم اخر كيبقى خدام شهر الخاو ما كيدخلش وانا يبان لي حاولي 300 درهم قد 3 درهم قد الخروف ما السوق ما نكذبش عليك ما كيفرحش زعما يعني الدرويش مزيان او لا واحد بواحد ثالث اخاوي زعما الدرويش ما كيفرحش زعما الدرويش كيعاني الخاوي لواحد الدرجه ما كتوقعش عملوا شي حال راه خوتي زعما خاي ما كرهناش نبيعوا 150 160 الف هما اللي طلعوا هادشي هذا شكون هما؟ الحكومه وهادشي هذا دابا بحال هذا 160 الف فرنك 170 الف كان معروف الثمن ديالو دابا 250 الف يعني تا فلاح مسكين مقصع الله يحصل العون الله يحصل العون لكل شيء ماشي على الشاري دابا مع نسينا كتباع دابا كيفاش كتلاقى مع الناس ملي كتقول لهم الثمن وكيجيهم غالي يعني كيفاش كتسمع شوفوا راسنا واقيلا نحصلوا تا هذا العام هذا حاصلين وصافي ما عندنا ما ندير حيت دابا بعض الناس كيقولوا نسوما اللي غاليسوا نسوما العام كاين كل شيء كاين يعني كل شيء كيرجع دابا لكم نسوما
ممكن انا زعما حنا يا خاو ديالي غالي يا خاو ديالي عارف غالي يا خاو ديالي كلشي غالي ماشي غير هذيك الحاولي كتقول انت هذيك كنا كنديوها 150 فرانك 140 فرانك دابا كدي 180 فرانك 190 فرانك واخا هذا الحاولي هذا منين جا هذا ديال البلاد فهمت يعني شنو موطع الوحيد هما هنا الكوارث الكوارث يعني عقري اه غير قريب هذاك يعني تفلاح مسكين مقصع وشني ضروري خاوة قابل السراح هادي ايام دش سكارفيس وهادي دابا الدرويش ملي كيجي وكيسقسي على الثمن وكيجي غالي بحال اللي كنكذبوا عليا اخاي كيجي بحال اللي كنكذبوا عليك صحاب الحمال حق وشي عايد كاين الخروف ديال 1000 درهم كاين الخروف ديال 1000 درهم كاين كلشي عايد يعني الكسيبه موجود الكسيبه الخير موجود الحمد لله اخاي كيفاش داكشي نقول لك السوق غالي يا مرضي اخاي ديالي دابا اللي كنشوف انا هو الدراويش مساكن بحالنا كي الدراويش مسكين شغنقول لك يا خو البوبري كيكون خدام 3000 درهم في الشهر عايش يشري الحاولي 3500 وعليه كرا وعليه الضوء وعليه الماء المصاريف غالي صراحة الله وقولوها زعما تنطلبوا من الله عز وجل هو الاولي ونطلبوا من الحكومه دار وطيح هذه الاثمنه يسد الدرويش كلشي عيد دابا هو العيد باقي تقدر الاثمنه تطيح ان شاء الله ونطلبوا من الله عز وجل تطيح الاثمنه ونطلبوا الله كل الدرويش كلشي يفرح وليداته وشي اللي كنتمناو من الجميع ان شاء الله يا ربي تبارك الله عليك شكرا شريتي شي حاولي ولا باقي درنا شي بركه الا سخر الله يعني صافي تسوقتي تسوقت اخاي تسوقتي ما تسوق هذا تسوقت من هذا السوق ولكن من القريه اللي قدام السوق ماشي من السوق يعني واقيلا شي واحد كيربي سمك اياه ولكن كيجيب السلعه ديالو لهنايا والاثمنه مناسبه عم الاثمنه اخاي ديالي يعني شنو غنقول لك مناسبه وبالحق ماشي مناسبه بجوج دابا اللي غنسقسك شنو اللي خلاك تشري الحاولي على بكري حاليا انا شريت الحاولي يا اخاي اش غنقول لك توكلت على الله قلت سبحان الله يوقع بحال العام اللي فات او لا يوقع اكثر لان العام اللي فات كان عليكم السلام ورحمه الله العام اللي فات كانت واحد انتينا شفتي كيفاش يعني الدرويش تقصح درت حسابك على بك داكشي اللي كاين دينا اللي كتبنا الله دابا احسن ما حتى يوقع عاود الفوضى ولا يوقع فهمتي كما شفتوا هذه هي الاثمنه اللي كاينه في السوق ديال الاربع د عندها اليوم ونتلاقاو في السوق اللي ماجي ان شاء الله بالسلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.